جرف الملح قرية عراقية في محافظة البصرة لا تزال تنزف بسبب الألغام، ونتيجة لكثرة من فقدوا أطرافهم باتت تعرف باسم قرية البتران. ووفقا لمعطيات غير رسمية فقد أكثر من 1000 شخص في القرية أذرعهم أو أرجلهم، ما دفع السكان إلى المطالبة بإيجاد حل وتطهير أراضي قريتهم من المخلفات الحربية العائدة لفترة الحرب مع إيران. أول مرة كان اسمها جرف الملح، كان سموها حي القدير، بعدين سموها حي البترال، لأن حي البترال بها يومية 2-3 يتمترون. الماء ينبتر يجيبون تكرم على حمار ميت، يحطونه بقونية ويجيبونه، وترى العالم حدود العالم ما بطلها، وسجلك الشركات على أساس كل أصحاب الألغام لو فر الشيء، ترى لحد الآن ورا سيد جابر اكو ألغام. احنا طلعنا كنا صغار ما نسوي وما ندري بينا تمونات وطق علي. بس احنا لا حقوق عندنا لا اطراف عندنا، هاي شوف اطراف مكسره يعني حتى طرف ماكو، اريد نداعي بالاطراف. لا يزال العديد من اهل القريه يذهبون ضحايا للالغام المتبقيه على اراضيها، حيث لم تفلح اعمال الازاله المحدوده في ايقاف نزيف السكان الذين يواجهون صعوبه حتى في ايجاد فرص عمل بسبب ما تعرضوا له من اعاقه. صوبيت على مود عيشتي، ماكو معيشه، العمال وكل من ابن عمه وخاله ما يطلعونا وياهم. اتجهنا نطلع للجبهه للبر. هذا البر كل شيء بيه، الغام وصواريخ. احنا نلم الشبه هاي الناعمه الفافون، نلمها ونجيبها هنا، نبيع الكيلو ب5 ب6، هاي عيشتنا احنا. انا واخوي وامي طلعنا منها ستوته، رحنا نلم رشاد بر على مود العيشه. وامي احنا دخلنا انا وامي واخوي، وامي مشي قالوا سحقت لغم فجر علينا لغم، انا وامي واخوي بعد ما درينا. انا فقدت عيوني والرمان، ما حسيت روحي بالمستشفى. وبحسب احصائيات محليه فان قريه البتران تحوي الغاما تكفي لقتل كل سكان البصره، هذه المحافظه التي تعد واحده من اكثر مدن العالم تلوثا بالالغام وفقا للجنه الدوليه للصليب الاحمر، بينما تقف الاجراءات الحكوميه قاصره عن تطهير نحو 1200 كيلومتر مربع من الاراضي الملوثه بالمخلفات الحربيه، ناهيك عن تقديم المساعده للضحايا.